أمل ألبوم، فكان المفروض أنه ينزل آخر هالشهر لكن رح يتأجل لفترة. أما هبة توجي فالتقت بجمهور مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية وكان مرافقها على البيانو أسامة الرحباني. بس كان في مفاجأة غير متوقعة مستنياهم وأجبرتهم ياخدوا احتياطاتهم. ما كنت متوقع برد وهوا، يعني أول شيء بيتأثر الأوتفت، قررت غير أوتفت ألبس شيء كاجوال أكثر، يا أما بدي ألبس فستان وأبرد وانبح بنص الحفلة، يا أما بدي أكون كاجوال ومرتاحة ومدفاية، فقررت أخذ هيدا التشويس. واختيارها كان موفق، فكانت مرتاحة وهي بتغني وكمان رقصت وشاركها الجمهور على المسرح. ولأن حفلتها كانت في نفس وقت الذكرى التامنة لرحيل منصور الرحباني، حبت تكرمه بأغنية. وغير أغانيها المعروفة، قدمت أغنيتين لأول مرة على المسرح من ألبومها اللي هينزل قريب، وفي أغاني بالفصحى والعامية. والأغنية دي صورتها هبة مؤخراً في باريس. حسيت هيك إنه رومانس الكليب بده بساطة، لأن الأغنية بسيطة بس نفس الوقت هيك بتحرك المشاعر، حسيت إنه كان مناسب إنه صوره بهالوقت وبهاللوكيشن. والحفلة دي هي الأولى ليها بعد رجوعها من فرنسا وانتهائها من المرحلة الأولى لعرض مسرحية نوتردام دو باغي اللي بتلعب بطولتها، وحبت إنها تغني أغنيتين من أغاني المسرحية. في كتير أشخاص كانوا حابين يحضرونا بباريس مسرحية نوتردام دو باغي، ما قدروا يجوا، فقررت إنه هيك غني مقطع صغير من المسرحية. هبة عاشت فترة صعبة ومهمة، فالمسرحية تطلبت منها تمرينات مكثفة، خصوصا وإنها كانت بتغني لايف كل ليلة وهي بتأدي مشاهدها. كشفت لنا ازاي قدرت تكون حاضره كل ليله عشان تقدم شخصيه ازميرالدا. التمرينات وخاصه الرياضه هذا كتير بيساعد انه الانسان يقدر يتحرك ويستعمل جسده بشكل كتير رياضي، اذا بدك بنفس الوقت يغني ويكون صوته راكز ومتمكن من نفسه كمان، لان الموضوع بده نفس. مع التمارين قدرت اوصل لهيدا الشيء، بس اكيد مش هين ابدا. ومش بس كده، ففي سبب تاني خليها متمكنه اكتر من دورها. كان عندها دي في دي بالبيت، عمري 10 سنين كنت احضره دائما وكنت حافظه الاغاني، فوقت انعرض علي الدور حافظه كل شيء، كنت حاضره اكيد كل الاشخاص اللي لعبوا الدور قبلي. مشاركه هبه لفتت انتباه الصحافه الفرنسيه اللي كلامهم عنها كان ايجابي. بس يا ترى هي بتعتبر ده رد على كل اللي انتقدوها لما شاركت في ذا فويس فرنسا وهي نجمه عربيه؟ انا ما حبيت رد بوقتها لانه كنت عارفه انه هيدا البرنامج رح يفتح لي opportunities، ففضلت انه هيدا الفرصه هي اللي تكون الجواب على كل هالانتقادات. وهبة رح تقدم عروض المسرحية قريبا، لكن هالمرة رح تكون من تايوان، وكمان رح يكون عندها جولة بأكثر من مدينة بفرنسا، وبجولاي رح بتقدم عروض بلبنان، وقريب جدا هتسجل ألبوم كامل باللغة الفرنسية.